الحمد لله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا مقاما من مقامات الحب، وهو الكلف. وما هو الكلف؟ وكيف يكون الإنسان في هذا المقام؟ الكلف اسم من أسماء الحب، بل مذاق من مذاقات الحب، بل مقام من مقامات الحب. كيف أن الإنسان يكلف هذا الأمر؟ يكلفه؟ ما معنى يكلفه؟ وكيف يكون هذا الكلف موجود في حياة العاشق الذائق المشتاق التواق إلى رفقة خير الرفاق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ولماذا يحب؟ ولماذا يعشق؟ ولماذا يطلب؟ ولماذا يرجو؟ وماذا يريد من هذه الدنيا؟ لماذا يتحمل مرارات الفقد ويتحمل مصاعب الوصول إلى المحبوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يمر به في هذه المسيرة الطيبة المباركة مقام اسمه الكلف، يتعرف فيه وهو اللوعة، ملتاع في قلبه، حرقة في فؤاده، حرقة في عقله، حرقة هو لا تنطفئ نار لوعته. هذا الإنسان المولع بالشيء، المولع به، لا ينفك عنه لا في ليل ولا في نهار، لا في سر ولا في إجهار. كلما توجه وكلما تذكر وكلما تفكر يجد هذا المقام أمامه ونصب عينيه. وما هو هذا المقام؟ هو مقام الكلف، اللوعة في الحب. يزداد هذا المقام خطوة فخطوة في كل حين، في كل ساعاته، في كل أحواله، في كل ميادينه، في كل ساحاته. كلما يتوجه في هذه الحياة يتوجه إلى مقام يزداد به لوعة في الحياة، فيزداد لوعة ويزداد شوقا ويزداد تصبرا على ما يجد في قلبه من شوق، وهو لا يستطيع التصبر ولا المكابدة ولا حتى الانتظار، فيزداد لوعة مع لوعة حتى يكون في هذا الكلف. من الناس قبيلة من القبائل عرفت بين الناس بمذاقها في الحب، فالحب لم يستطيع كتمانه ولا صبره، حتى أن اسم هذه القبيلة أصبح يعنون لعنوان من مقامات الحب. نسمع على الحب العذري. ما هو الحب العذري؟ وما هو الهوى العذري؟ وعندما نستمع إلى جمر اللظى وجمر الغضى، ما هو جمر اللظى وما هو جمر الغضى؟ جمر اللظى وكأنه من نار جهنم، وجمر الغضى من فحم في الدنيا لكنه لا ينطفئ، يتوقد ويزداد ويطول وقته، وكأنه حجر أصم اشتعلت فيه النيران فتتمسك فيه هذه الحرارة فلا تنفك عنه. هذا جمر الغضى وجمر اللظى، وكلاهما في قلب العاشق الذائق، ومعهم أيضا الهوى العذري، ومعهم أيضا الحب العذري. قبيلة من قبائل العرب، قبيلة سعد ابن بني عذرة. قبيلة بني عذرة كان رجالها إذا عشقوا وأحبوا فتك بهم الحب، فقد وصلوا إلى مقام الكلف، لا يستطيعون مكابدته، فإن عشق أحدهم مات، قبر، حبه يسكنه القبر. لما؟ لأنه لا طاقة له على صد هذا الحب وهذه اللوعة، واللوعة في قلبه تزداد في كل وقت وفي كل حين شوقاً واشتياقاً للمحبوب. فالكلف مقام من مقامات الحب، إن أصابك فهنيئاً لك، فأنت على الصراط المستقيم الذي تدعو الله عز وجل في كل صلاة به: اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أحبوا والذين اتقوا والذين صدقوا والذين توجهوا والذين وصلوا.
فمن هم غير أهل المحبوبية العظمى عند الله جل جلاله وتعالى في علاه؟ ولكن إن وصلت إلى الكلف فسلم أمرك لله، لأنك لا طاقة لك على رده وصده، بل هو من سلطان الحب على قلبك. ولكن اسلم في هذه الحياة بالحب، هو الحب، فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا فالحب راحته عناء، فأوله سقم وآخره قتل، هذا هو الحب. قلبي عن الدنيا ولذاتها، فأنت والقلب شيء غير مفترق، وما تطابقت الأحداق من سينا إلا وجدتك بين الجفن والحدائق. ولو سرورا لأن قد خطرت ببالك، Wow.